النهارده بينضم لاعبو النادي الاهلي لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهه غينيا. انطالما اليوم لاعبو النادي الاهلي في معسكر المنتخب الوطني الاول عقب الانتهاء من المشاركه في نهائي دوري الابطال استعدادا لخوض مباراه غينيا ضمن التصفيات المؤهله لبطوله كاس الامم الافريقيه القادمه 2023 بكوت ديفوار. الجهاز الفني للمنتخب الوطني كان قد اختار قرر استدعاء 7 لاعبين من الاهلي: الشناوي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، حمدي فتحي، عمرو السوليه، محمد عبد المنعم ومحمد مجدي قفشه لمعسكر الفراعنه في الفتره من 30 مايو حتى 14 يونيو الجاري. النهارده ايضا انهى اتحاد كره القدم توقيع عقود المباراه الوديه امام كوريا الجنوبيه. تمت طبعا مراجعة الترتيبات الخاصة بالسفر والمباراة مع السفارة الكورية بالقاهرة، كما تم التواصل مع سفارة مصر بكوريا الجنوبية ممثلة في السفير خالد عبد الرحمن لعمل الترتيبات اللازمة لاستقبال البعثة. كابتن، بالمناسبة الماتش هيبقى الساعة 1 الظهر. كابتن إيهاب جلال يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن القائمة المشتركة أو المشاركة في ودية كوريا الجنوبية. يعقد الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال الأيام المقبلة مؤتمرا صحفيا للكشف عن قائمة اللاعبين المشاركين في ودية الفراعنة أمام كوريا الجنوبية المقرر ليها إن شاء الله يوم 14 يونيو الجاري، والاستقرار على الأسماء هيكون السبت المقبل. وأعلن أيضا الاتحاد الكوري الجنوبي عن موعد وتوقيت مباراة منتخب بلاده الودية أمام منتخبنا الوطني على ملعب سيول كأس العالم. وقال الاتحاد الكوري الجنوبي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن مواجهة منتخب مصر يوم 14 يونيو الجاري ستكون في 8 مساء بتوقيت كوريا والواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة. طبعا منتخب مصر بيواصل تدريباته اليوم بالدفاع الجوي استعدادا لمباراتي غينيا واثيوبيا. النهارده محمد صلاح وصل الى القاهره قادما من دبي للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني. يعني ما اعرفش، انا شايف ان احنا، انا شخصيا بالنسبه لي محمد صلاح سيظل هو واحد من الملهمين الكبار للشباب المصري في مصر والوطن العربي وانجلترا. فرفقا بمحمد صلاح، محمد صلاح وجهة نظري في حتة تانية، لا يصح أن يتم مقارنته مع حد، لأنه اللي عمله محمد صلاح ده محدش عمله في مصر. بالمناسبة يعني محمد صلاح، يعني لما يجي حد يسأل هو إيه رأيك في اللي بيعمله محمد صلاح، يا جماعة ما هو محدش وصل للي عمله محمد صلاح عشان يقدر يتكلم عنه. فرفقا بمحمد صلاح، اختبار طبي لفتوح بمعسكر المنتخب لمعرفة مدى شفائه عقب حادث سير، ألف سلامة طبعا على أحمد فتوح. يخضع طبعا لاعب المنتخب الوطني الأول لاختبار طبي تحت إشراف طبيب المنتخب لمعرفة مدى شفائه وتحسن حالته عقب تعرضه لحادث سير قبل الانضمام إلى معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. لتحديد مصيره من التواجد أو الاستبعاد، كان أحمد فتوح قد تعرض لحادث سير وهو في طريقه للانضمام للمنتخب، مما أدى لخروجه من قائمة الفراعنة وانضمام كريم حافظ المحترف بتركيا بديلا له. طبيب المنتخب ينضم لمعسكر الفريق بعد سلبية مسحة كورونا. دكتور محمد أبو العلا كان عنده كورونا وعمل مسحة وأصبحت سلبية وبالتالي انضم رسميا إلى معسكر المنتخب. طرح تذاكر مباراة مصر وغينيا اليوم بموقع تذكرتي. أعلن المسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري عن طرح تذاكر مباراة منتخب مصر أمام غينيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية اليوم على موقع تذكرتي، والمقرر ليها يوم 5 من هذا الشهر. وكشف مسؤولي الجبلاية أن أسعار التذاكر سوف تكون مناسبة للجميع حرصا على توافد أكبر عدد باستاد القاهرة الدولي لدعم الفراعنة أمام غينيا. وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة رسمية من الجهات الأمنية على حضور 40 ألف مشجع
في مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة في افتتاح مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار. طيب